عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعه برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. وخلال الاجتماع أعرب حميدان عن استمرار دعم الجهود لتطوير بيئة العمل في مملكة البحرين من أجل تعزيز كفاءة وإنتاجية واستقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق جميع أطراف العمل بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية، وخاصة خطة التعافي الاقتصادي والخطة الوطنية لسوق العمل، وبما يتطابق مع برنامج الحكومة وتوجهاتها لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. وأوضح سعادة وزير العمل أن الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على سوق عمل يتمتع بالإنتاجية العالية والاستقرار تحظى بإشادة واهتمام من قبل المنظمات الدولية والأممية. وفي هذا السياق نوه مجلس الإدارة بانفراد مملكة البحرين بتحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي. بدورها قدمت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة تقريرا مفصلا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها خلال العام الجاري.